أنا بالنسبة لي وداخل اللجنة القانونية لدينا أصوات جادة بأنه لا يمكن المضي والحديث عن حرية التعبير والقول بأنها مكفولة دستوريا بدون تشريع قانون حق الحصول على المعلومة. أما ممتاز. ترك الأمر بدون قانون ينظم حق الحصول على المعلومة معناه ترك الأمر فوضى، وبالتالي نقع في إشكالية هل هذه المعلومة صحيحة أم مبنية على الشائعات. وهذه أنا أستغل هذا المنبر اليوم ممتاز. وأدعو كل الأخوة النواب وكل المسؤولين عن عملية تطور وأداء السلطات بأنه الإسراع في هذا الجانب، سيما وحصلت كثير من الأمور لم تبنى على معلومة دقيقة، فلا تفسحوا في المجال الإشاعة ولا تفسحوا المجال للوثائق المزورة وإلى آخره. الإسراع في تشريع قانون حق الحصول على المعلومة هذا جوهر حرية التعبير، يجب أن تقوم على المعلومة الصحيحة، ومن حق المواطن باعتباره هو مصدر السلطات أن يعرف كل التعاقدات وكل القوانين لكي يلتزم ويحترمها، وليس الحديث عن تشريع ما ونقول أنه نافذ من تاريخ التصويت عليه. يفترض أن نعطي الكثير فرصة يتفق وياك سيد محمد للمواطن.